كاليميرا. قبل ما ابتدي الفيديو انا عايزه اشكر في حد بعت لي كومنت لما كنت بكسر الزيتون بالطوب، وفعلا كان مرهق وبوظ لي ايدي. في كومنت جالي قالت لي طب ما في العصاره بتاعت الليمون والبرتقال اللي هي دي اللي هي اساسا عندي دي تعملي بيها الزيتون. تصدق ايه، انا بصيت كده جربته فعلا الكمية كلها، يعني لو في التاني قعدت ساعتين ده كان نص ساعة خلص الموضوع كله. طب ازاي بقى، ورينا. ومن غير برضو ما ايدي تتبهدل. وبرضو اسهل من التقطيع بالسكينة. ايوه بس بص، الزيتون التقطيع بالسكينة بيطلع مخلل طعم، بس اللي هو المتكسر ده بيطلع طعم احسن بياما. انا بس بشكر اللي كتبت لي احنا الكومنت او مش كتب لي فاكر مش الكومنت. فاكرة اسمها، صح؟ لا 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 لا، احنا بنشكرها كلنا. ميرسي قوي، وربنا طب يخليك ممكن يا توري رب، وربنا يخليكوا. تملي بعتولي نصايح كده، متشكره. اوريلكوا الطريقه. ورينا بقى الطريقة. استنى واحدة، ادي ده الزيتون ده الكلاسيك. الزيتون اللي اتعمل هنا، بصوا بيتفتح ازاي. اوكي وده اللي لسه اوكي طلع الموضوع كده، عملت تيست عشان افهم يعني ازاي طلع اللي هو الصح. يتحط كده كده اهو، وبعد كده كده وكده. بصوا 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 فتح ازاي، يعني الموضوع طلع سهل قوي قوي قوي. اهلا بيكم في فلوج عشوائي من يوم من حياتنا في اليونان. واللقطات اللي انتوا شايفينها دلوقتي صورتها بالكاميرا الجديده دي جي اي نيو، هي درون بس للاسف ما ينفعش اجي بيها مصر علشان ممنوع دخول الكاميرات الدرون. المهم قعدت اتسلى بيها واصور، فقولوا لي مبروك. وبعيدا عن الكاميرا، لقينا الناس بتنزل البحر، سنهم كبير وبيروحوا البحر عادي جدا وينزلوا، فقررنا احنا كمان نروح البحر ونجرب تجربة ان احنا ننزل البحر في الخريف. واكتر ميزة بتبقى حلوة انك لما تبقى عايش في جزيرة في اليونان ان الدنيا بتبقى فاضية جدا، يعني في الصيف البحر ده بيبقى كله عربيات راكنة وناس نازلة البحر والمية. الطاطا ده اخويا سايق العجلة بتاعتي. بس الفكرة ان في الشتاء وفي الخريف تبقى فاضية جدا، فتحس ان انت مالك الجزيرة، صاحب الجزيرة. يعني لو تفتكروا الشاطئ ده اللي احنا دايما بنروحه في الصيف وصورت فيه كذا مرة، برضه احط لكم لينك الفيديوهات القديمة اللي كنت بصورها فيه، دايما كان بيبقى زحمة ومليان ناس. والمكان ده بالذات كمان كان فيه كافيه بيبقى باني كده على المية وحاطط شازلونجات وكراسي وشماسي، كل ده اختفى، شالوا كل حاجة. الثلج حلو. اخبار المايه ايه؟ لا هي مش تلج، هي هتخليك مش تنزل، بس انت تلمسها من رجلك وتطلع تاني. ما في اهو ناس جوه. فيها ايه؟ ده جسم اوروبي، احنا جسم افريقي. اوووو بس هي المايه صعبه بجد. ايوه طبعا تلج. طب ادخل يلا طالما مش صعب. يلا ادخل يلا ورا. انت مش نازل صح؟ انت النضاره. على فكرة تاتا ما نزلش المية فعلا ورجع على البيت، بس أنا وإسلام نزلنا المية عادي جدا. هي كانت ساعة في الأول بس بعديها بشوية جسمنا اتعود عليها يعني، وحسينا إن هي بقت عادية نقدر نستحملها. خلصنا البحر وبعد كده رحنا أخدنا سمية وإليني، ماما ما كانتش عايزة تخرج هي وبابا عايزين يقعدوا في البيت، ورحنا اتمشينا في الجزيرة وأكلنا في المكان ده بيعمل حلويات حلوة قوي اسمه سويت داي باين تقريبا. انا طلبت وافل بالشوكولاته، واسلام طلب ايس كريم، واليني طلبت شوكليت كيك، وسميه اكلت معايا الوافل علشان انا مش هقدر اخلصها لوحدي. بصوا القطه دي جديده لانها جت الجنينه وسميناها قمره. قمره بصوا الجمال، تعالي انت تعملي ايه، تعالي بس الدلاي عندنا. تعالي يا اسلام، تعالي يا قمره، يا قمره انت. حد يجي ياخد مني مانجا. ايه جبت لكم هديه وحياه ربنا. مانجا مانجا درجة أولى. عارفين مين اللي جايبهولي؟ واحد زبون مصري جايبهولي هنا. تعالى شوف، تعالى مانجا بجد، ثبات مانجا. بصوا 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 عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. ايه ده مين جايبه؟ كمال، أستاذ كمال هو اللي بيجيبها لي في الصيدلية. والله العظيم ربنا يخليك. خليك يا ربنا يخليك كمان. شكرا بجد، يعني هو بيشوف الفيديوهات؟ أيوه بيشوف الفيديوهات.
الله تسلم ايدك. خليني بصي. هيقع من ايدي. قال لي مانجا من مصر وام الدنيا. وبس كده انا مش عايز اطول عليكم النهارده، وده كان فلوج كده سريع، ويا رب الفلوج يعجبكم. قولوا لنا بس ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفلوج. وعايزين نشكر تاني صاحبه الكومنت اللي قالت لماما على فكره الزيتون، ونشكر كمان استاذ كمال على المانجا الحلوه دي. تصبحوا على خير.